الحصول على وظيفة هدف كل شاب وشابة، ولكن يبقى السؤال: كيف تضمن الحصول على الموافقة خلال الدقائق العشر الأولى؟ لضمان ذلك اتبع النصائح التالية: تعرف على الشركة وإنجازاتها عن طريق موقع الشركة على الإنترنت، اعرف المسمى الوظيفي وما يلزم من مهارات ومعلومات، حدد موعد المقابلة وموقع الشركة وتأكد من صحة العنوان، انطلق قبل الموعد بساعتين، كن جاهزاً قبل الموعد بخمس دقائق على الأقل في الموقع، حضر سيرتك الذاتية محتوية على المعلومات الشخصية والمهارات، واحرص على أن تكون خالية من الأخطاء اللغوية ومنسقة جيداً، أرفق معك نسخة منها ونماذج من أعمالك، ارتدي الملابس الرسمية الخالية من الزركشات والألوان والتفاصيل الكثيرة، ولك سيدتي احرصي على أن يكون مكياجك طبيعياً وناعماً، اجعلي تسريحة شعرك هادئة ومنسدلة لتتلائم مع طلتك الرسمية، حافظي على طبيعة سلوكك أثناء المقابلة وكيف تتصرفين مع الأسئلة المفاجئة، اجعلي مظهرك أكثر ثقة بابتسامة صغيرة واجلسي على منتصف المقعد باستقامة، تجنبي الضحك بصوت مرتفع، تحدثي بنبرة صوت ثابتة وواضحة، فاجئ الشخص المعني بثنائك على آخر إنجازات الشركة أو على أحد المدراء في البداية، كن متأكداً من إجابتك على جميع التساؤلات التي ستطرح عليك بذكاء، إذا طرح عليك سؤال يحتاج لسرعة البديهة سارع بالإجابة إن كنت تعلم، وإذا لم يكن لديك الحل تجنب قول لا أعرف، حدد الراتب الذي تجده مناسباً ومريحاً لك، تجنب مقولة هذا المبلغ يتناسب مع خبراتي، لا تربط قيمة الراتب الذي تريده بالحد الأدنى الذي ستقبل به، إذا سئلت عن الراتب الحالي الذي تتقاضاه ينصح بالإجابة بمصداقية، تجنب الحديث عن توفر التأمين الصحي ووقت الدوام والمواصلات. عزيزي عزيزتي، إذا طبقتم هذه النصائح نضمن لكم الحصول على الوظيفة خلال أول 10 ثوان من المقابلة وليس 10 دقائق الأولى. نصائح قد تبدو بسيطة لكنها بمثابة مفتاح يقودك لتوقيع أفضل عقود العمل. مبروك الوظيفة.